ننتقل الآن إلى العاصمة المصرية القاهرة ونربط الاتصال مع زميلتنا فاطمة الخباز. صبحت الله بالخير فاطمة، موفد تلفزيون دولة الكويت إلى القاهرة، وكيف رصدتي أصداء زيارة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مصر، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي؟ نعم، جمهورية مصر العربية استعدت استعدادا كاملا وواسعا لاستقبال حضرة صاحب سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه إلى القاهرة، وهذه تعتبر أول زيارة لسموه حفظه الله إلى القاهرة بعد تسلمه مقاليد الحكم. وبالفعل يعني منذ تواجدي هنا في القاهرة شهدت هذه الاستعدادات، حيث اكتفت الشوارع المصرية بالأعلام الكويتية ترحيبا وتقديرا لهذه الزيارة الكبيرة التي يقوم بها حضرة صاحب سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح إلى القاهرة، والتي تعكس عمق العلاقات المتينة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية. وكيف تناولت الأوساط السياسية والإعلامية تحديدا أهمية هذه الزيارة؟ الأوساط الإعلامية والسياسية أبدت ترحيبا واسعا لهذه الزيارة، نظرا لما يربط البلدين الشقيقين من أواصر المحبة والإخاء تشهد عليها الكثير من المواقف والأحداث التي مر بها البلدان، وكان لهما نفس الموقف وتطابق في الرؤى والأهداف. لذلك الأوساط تناولت هذه الزيارة بشيء من الأهمية، نظرا لأن هذه الزيارة تأتي في ظروف بالغة الدقة وتأتي في ظل صعوبات وأوضاع خطيرة تعاني منها المنطقة العربية، بدءا من الأحداث في غزة والتصعيد الإسرائيلي المستمر في غزة، ناهيك عن كذلك التصعيد الإسرائيلي اللبناني، ومؤخرا أيضا شهدنا التصعيد الإيراني الإسرائيلي. كل هذه الأمور تستدعي بالفعل أن تكون هناك زيارات متبادلة عربية، وأن تكون هناك جهود وتنسيق عربي موحد تجاه الكثير من القضايا التي تعاني منها منطقتنا العربية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. زميلتنا فاطمة الخباز، يمكن 90 عام وأكثر من العلاقات الكويتية المصرية، إلى أي مدى سوف تسهم هذه الزيارة في تعزيز الأواصر بين البلدين الشعبين الشقيقين؟ نعم، نحن نعلم طبيعة العلاقات الكويتية المصرية، هي علاقات مميزة استثنائية تاريخية ممتدة لأكثر من 90 عاما. هذه الزيارة بالتأكيد سترسي دعائم الصداقة أكثر، سترسي دعائم الإخاء أكثر، خاصة في ظل الالتقاء في المواقف تجاه مجمل القضايا التي تعاني منها منطقتنا العربية مؤخرا. مثل هذه الزيارات ستوصل رسالة للعالم بأن هناك موقف عربي موحد تجاه مجمل القضايا. نحن نعلم موقف دولة الكويت الرافض لهذا الاحتلال والداعم للقضية الفلسطينية، وأيضا موقف دولة الكويت الذي يدعم الجهود المصرية التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لحل هذه القضية وإيقاف نزيف الدماء في غزة. كذلك هناك الكثير من القضايا ستطرح في هذه الزيارة، سيتناولها الطرفان المصري والكويتي بشيء من التفصيل كما قلت مسبقا، حتى يكون هناك استقرار وسلام في منطقتنا العربية. زميلتنا فاطمة الخباز، موفد تلفزيون دولة الكويت إلى القاهرة، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا.